خلال الفترة القادمة أن هناك فرق بين دعم الحكومة ودعم رئيس الحكومة، مما يفتح المجال أمام الحديث عن تعديلات، عن أن والله الحكومة حكومة شرعية تبقى إلى حين إجراء الانتخابات، ولكن الخلاف على رئيسها ربما لامتصاص الاحتقان ولتوفير أكبر قدر من التوافق على المستوى الوطني الليبي لإجراء الانتخابات، يمكن البحث عن إجراء تعديل في رئاسة هذه الحكومة، وتبقى الحكومة كحكومة تسيير أعمال لإجراء الانتخابات. تعديل في أي مستوى أستاذ أشرف؟ كان تقصد تعديل على مستوى الرئاسة؟ نعم نعم نعم، هذا ما سيبدأ الحديث عنه خلال الفترة القادمة، وهذا ما سوف تكون عنده الوساطات، لأن هناك أطراف ترفض الذهاب إلى الأمام ما دام عبد الحميد الدبيبة موجود على رئاسة الحكومة، وهناك بالمقابل عبد الحميد